وما زلنا في بكين، وينضم إلينا الكاتب الصحفي الأستاذ نادر هوان. تحياتي لك، أهلا وسهلا، مرحبا بحضرتك. الكاتب الصحفي أستاذ نادر هوان، يبدو أننا فقدنا الاتصال معه. وتعقد الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي اليوم في بيجينغ بمناسبة الذكرى 20 لتأسيس منتدى التعاون الصيني العربي. هذه هي أول دورة للاجتماع الوزاري تعقد بعد القمة الصينية العربية الأولى الناجحة، لذلك تكتسب أهمية كبيرة لتنفيذ مخرجات هذه القمة والإسراع في بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك. انعقدت القمة الصينية العربية الأولى في 9 ديسمبر من عام 2022 في السعودية. ألقى فيها الرئيس الصيني شي جين بينغ كلمة رئيسية لخص فيها روح الصداقة الصينية العربية المتمثلة في التضامن والتآدر والمساواة والمنفعة المتبادلة والشمول، محددا المسار والاتجاه لبناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك. كما طرح الأعمال الثمانية المشتركة المتصلة بالتعاون العملي بين الصين والدول العربية، الأمر الذي قوبل بتجاوب عربي حار. صار بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك الذي يتقدم بخطوات ثابتة منذ أكثر من عام راية مجيدة تقود تطور العلاقات الصينية العربية، وتتبلور تحتها التوافقات الصينية العربية السياسية والتنموية والأمنية والحضرية. تواصل الصين والدول العربية تعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق مستوى أعلى من الثقة المتبادلة. استقبلت جين قادة فلسطين والجزائر وسوريا وموريتانيا وغيرها من الدول العربية في الصين، ما يرشد العلاقات الصينية العربية ويرشدها ويدفعها نحو التطور. أقيمت علاقات شراكة استراتيجية شاملة أو علاقات شراكة استراتيجية بين الصين و14 دولة عربية وجامعة الدول العربية حتى الآن، بعد بناء شراكة استراتيجية بين الصين وكل من فلسطين وسوريا. يعود إلينا من جديد ومن بكين الكاتب الصحفي الأستاذ نادر هوان، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم أستاذ نادر. هنا نحن نترقب افتتاح الدورة العاشرة أو الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني العربي، وكيف تقرأ حضرتك هذه الدورة بعد 20 عاما من تأسيس هذا المنتدى؟ أهلا ومرحبا بكم. هذا العام يصادف الذكرى 20 بإقامة المنتدى التعاون الصيني العربي. فخلال هذه السنوات الماضية حقق التعاون بين الصين والدول العربية يعني تقدما بارزا ومستمرا بفضل هذا المنتدى، وكذلك هناك زيادة كبيرة لحجم التبادل التجاري. وحتى الآن تم توقيع عن الاتفاقية لبناء المشتركة لمبادرة حزام الطريق بين الصين وجميع الدول العربية. وهناك أيضا تم توطيد الثقة السياسية المتبادلة، وكذلك هناك الدعم المتبادل بين الصين والدول العربية لمصالح جوهرية للطرف الآخر. ويعني عموما هذا المنتدى حقق نتائج مثمرة في تعزيز الصداقة التقليدية بين الصين والدول العربية، وكذلك التوسيع التجارة فيما بينها، وكذلك تعزيز القلوب لدى يعني التبادل الثقافي لدى شعبين الشعوب بين الصين والدول العربية. الصين يعني دائما تعتبر الدول العربية يعني صديق وفي، ومستعدة لانتهاز هذه الفرصة لمواصلة التوسيع والتعاون وتعميق التعاون مع الدول العربية.
في شتى المجالات لخدمة الشعبين البلدين، وكذلك ليساهم في التنمية والاستقرار في المنطقة والعالم. نعم سيد نادر، تأتي هذه الدورة أو انعقاد هذه الدورة في توقيت دقيق للغاية، نظرا لأن المنطقة العربية تعاني من أزمات مختلفة، وربما أبرز هذه الأزمات هو ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من انتهاكات واضحة ولا إنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل من قبل الكيان المحتل. والحقيقة أن الصين من البداية كان لها موقف واضح من هذا الأمر، ولكن لو اقتربنا من الموقف الصيني من هذا الملف، لا سيما وأن الملف الفلسطيني أو الحرب الدائرة على الأراضي الفلسطينية وعلى غزة تحديدا سيكون واحد من المحاور، وإن لم يكن هو أهمها، على طاولة النقاش وطاولة وأجندة النقاش في هذا المنتدى. نعم طبعا سيكون هناك تبادل الآراء في الأم حول هذا الموضوع بين الصين وبين رئيس الصين وكذلك قادة ومسؤولين من الدول العربية. ومن المقرر أن يعني يصدر دار البيان مشترك الصيني العربي بشأن القضية الفلسطينية والحرب في غزة، ومن من أجل كذلك يعني أن يصدر صوت واحد في الساحة الدولية، وكذلك الدفع بلورة المزيد من التوافقات حول هذا الشأن في المجتمع الدولي، كذلك في مجلس الأمن، للضغط على إسرائيل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وكذلك تخفيف الأزمة الإنسانية هناك، وكذلك التجنب من توسع الحرب. فالصين والدول العربية لها يعني توافقات ومواقف متشابهة في هذا الشأن، والصين تدعم الاستقرار في المنطقة، وكذلك تدعم المصالح الداخلية في الدول المنطقة، وكذلك تدعم الاستقلالية الاستراتيجية والتدعم الداخلي لدول المنطقة. فأعتقد سيكون هناك المزيد من التوافقات، وكذلك بلورة التوافقات بقوة من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وكذلك إيجاد حل سياسي دائم وعادل في قضية فلسطينية، وذلك على أساس يعني تطبيق الحل الدولتين. نعم. وإقامة دولة فلسطينية المستقلة. نعم سيد نادر، وهنا سؤالي عن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني السيد شي جين بينغ، وهذا اللقاء الذي تناول سبل تعزيز العلاقات ما بين البلدين المصرية والصينية، تزامنا مع مرور 10 سنوات على ترفيع العلاقات بين مصر والصين ووصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة. ماذا نعني بفكرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وما الذي يمكن أن تسفر عنه هذه الاستراتيجية الشاملة؟ نعم نعم، هذا العام يعني هذا اليوم ايضا 30 من مايو يصادف الذكرى 68 لإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. نعم. وكذلك هذا العام الذكرى 10 لإقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. فهناك التعاون معمق بين البلدين في شتى المجالات. أيضا حققت هذه الشراكة تقدما ملموسا في التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وهناك يمكن أن نقول يعني حسب الوصف الرئيس الصيني فأن العلاقة بين الصين ومصر، الشراكة بينهما أصبحت قدوة في التعامل والمنفعة المتبادلة بين الصين والدول
العربية وبين الثروة الدول النامية والإفريقية. فهي النموذج يعني حقق يعني استفاد منها الدولتين وكذلك الشعب البلدين. ففي مختلف المجالات ممكن أن نقول هذه الشراكة الاستراتيجية الشاملة، هناك ثقة سياسية في الاستراتيجية المتبادلة، وهناك أيضا تعميق التبادل التجاري، هناك الاستثمارات الصينية يعني متزايدة في مصر، وكذلك هناك أيضا المشاريع كبرى الصينية تم تجريها في مصر، وكذلك هناك المزيد من المنتجات المصرية الممتازة تسهيل دخولها إلى الأسواق الصينية، وكذلك السياح الصينيين أيضا إجراءات تسهيل إجراءات لتشجيعها على السياحة في مصر، وكذلك بناء يعني خطوط الإنتاج المحلية في مصر، وكذلك في هناك أولويات كذلك من أجل نقل التكنولوجيا المتقدمة من الصين إلى مصر، والتحقيق من أجل تحقيق التقدم المشترك والاستفادة المشتركة. نعم سيد نادر، هناك الحقيقة تصريحات كثيرة للرئيس الصيني حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، صحيح أنه هناك تقارير صحفية تشير إلى أن الصين تقيم علاقات جيدة مع إسرائيل، لكنها كذلك تؤمن جدا بالقضية الفلسطينية وتتعاطف، وكذلك جاء نصا أن الرئيس الصيني يشعر بالألم الشديد تجاه هذا الوضع بالغ الخطورة في الأراضي الفلسطينية، وأنه يؤمن بأنه لا سبيل سوى حل الدولتين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. هل برأي حضرتك الصين يعني ستشارك بشكل أقوى في هذه المحاولة، محاولة التهدئة، محاولة وقف إطلاق النار، الوصول إلى هدنة، السعي وراء فكرة حل الدولتين لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة؟ نعم طبعا الصين تريد تلعب الدور الإيجابي أكثر في الشؤون المنطقة، وكذلك الصين تريد أن تسعى إلى البناء المنطقة الشرق الأوسط المستقرة. نعم. وهذا أيضا يسوق لصالح الصين، فالصين تسعى إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من أجل الإحلال السلام، وترى الصين لا يمكن إحلال السلام إلا من خلال سلام دائم وشامل وعادل من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتطبيق حل الدولتين. لا يمكن الحصول على الأمن الدائم في الشرق الأوسط إلا من بعد إقامة دولة فلسطينية، ولا يمكن لإسرائيل أيضا الحصول على أمن دائم إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية المستقلة وكذلك التعامل العادل مع الشعب الفلسطيني. فهناك تجاهل دائم من المجتمع الدولي لهذه التفتيش لهذه القضية، فيجب يعني الحصول على العدالة والإنصاف دائم الشعب الفلسطيني، ويعني تحقيق التعايش السلمي يعني بين إسرائيل وفلسطين. فالصين أيضا بذلت جهودا والاتصالات للضغط على إسرائيل على الوقف الفوري لإطلاق النار، وكذلك عدم الهجوم على معبر رفح، وكذلك يعني جهود مشتركة مع دول المنطقة بالتجنب من تواصل دائرة الحرب. نعم سيد نادر هوان الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من بكين، شكرا جزيلا لك.